يا صباح الخير وصباح الورد والياسمين، كيفكم يا صبايا؟ شو اخباركم؟ اشتقت لكم كتير كتير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، بس فيديو وين؟ باسطنبول. انا مبارحة جيت على اسطنبول مشان مراجعتي عند طبيب الاسنان، وهاي المرة حبيت اصور لكم كل شيء بقدر عليه. افان ما خلاني نام، كان يبكي على ابوه، كان بيخاف هون وحابب يروح عند ينام عند ابوه. لا انا ولا هو ما نمنا، كل شوي يفيقني. ابوش ابوش كهربا ماما. بيجي صباح الخير. صباح الخير. وهلا الساعة 8:30، وهلا راح نتغسل ونلبس ونجهز حالنا مشان ننزل تحت نفطر وبعدين ننطلق هيك شوي قبل ما يحكي معي الدكتور، لانه اليوم كمان راح يعمل الدكتور مراجعة. وامبارح حكى معي قال اليوم انه راح يجي ياخذني وهيك. وانا افان افان جهزنا برافو. وهلا جينا على الفطور، الساعة 7 ببلش لساعة 10 الصبح، بس تأخرنا شوي، ما كان في حدا غيرنا، بس هيك أحسن. هلا هون اجيت مشان اشتري كارت انترنت، لانه بس بالاوتيل في انترنت فيلان، وبعدين مشان برا. من بعد ما اشترينا قلنا خلينا هيك نتمشى شوي، لانه المحلات اللي حوالين الاوتيل كتير حلوه وكتير عجبوني. هلا نحن بالمانيا بس يلزمنا شي غرض او نروح ناكل بمطعم لازم نروح على الشارع العام، ومحلات الثياب الاسواق المغلقه يعني معروفين لازم نروح بالسياره وبتكون بعيده عنا. بس باسطنبول يعني باي حاره بتفوتي فيها محلات الصرافه، المحلات الثياب، المطاعم، كل شيء انه بتحتاجيه بتلاقيه يعني حواليك، ما بتدوري كتير بصراحه. وهلا بلش الستريس عندي انا وافان. اجت سياره لتاخذنا على العياده مشان الدكتور هيك يشوف الاسنان، ولانه انا ما بعرف ايش راح يعمل باول جلسه، لهيك كثير خايفه بصراحه. جمل ورك ترد زياده ما تشي وهلا هاي اول زياره لي لعند الدكتور، بس راح ياخذ لي قياسات الاسنان، وبكره راح عندي موعد ثاني كمان باذن الله. هاي اليوم اول موعد، وهلا اجيت مشان ياخذوا لي صوره اشعه. وهلا هيك خلصنا أول جلسة وكنا جوعانين كتير، رحنا على مطعم. صار يوم الجمعة، حبينا كمان نروح على بازار يوم الجمعة، هو مو كتير بعيد عن الأوتيل بس محطتين بالقطار. وأنا لما أجيت اشتريت كرت مشان القطار والباص، لأنه هون باسطنبول ما بيصير يعني تقطعوا الكرت وتدخلوا على القطار، لازم تاخذوا كرت شهري أو يعني تعبوا فيه مصاري مثل كرت التليفون، يعني واحد بيرتاح أكتر. والبازار هون هلا انا ما اخذت شيء هالمره، لانه في عندي كمان الجمعه الجاي، باقي للجمعه الجاي لهالشيء، بس حبيت هيك اتفرج شوي. و اي والله
yorgunduruyorsun. Gören diyecek ya ne yapmışsın? Bir kasama diziyorsun. O da kendi yere atıyor. Doğru. İstemiş. هلا صار ثاني يوم وجينا على منطقة كتير حلوة اسمها أورتا كول. هلا إذا تشوف الفيديو راح تعرفوا هاي المنطقة من الصور، لأنه بتشوف هاي المناظر الحلوة دائما بالمسلسلات والأفلام التركية. هاي المنطقة أورتا كول مشهورة بالكومبير، هاي البطاطا المشوية الكبيرة بيضيفوا عليها هيك شوية زبدة وشوية جبنة، وبعدين بيضيفوا عليها أنواع السلطات وكمان الذرة والزيتون والبرغل الأحمر حسب طلبكم يعني. وكمان مشهورة بالوافل، كانوا يعملوها بشكل كتير حلو وطيب. أنا ما جربتها بصراحة لأنه أنا كنت أكل الكومبير، هو كان كتير كبير يعني شبعت، وأنا بس هيك حابة أكل شيء بحب أنه أستمتع بطعمتها يعني، مو هيك للتجربة وخلص. لهالشي قبل ما أسافر إن شاء الله اللي كمان روح على هنيك مرة تانية ورح أجربها، وكمان أفرجيكم بالفيديو الجاي إن شاء الله. هلا هون جينا لمطعم عربي كمان،
هي بس فطور يعني فلافل ومناقيش وكل شيء من معجنات. أبان كان حابب يفطر بيتزا. هل هذول يلعبها مو حقيقي؟ طلبنا بيتزا سجق. هلا عنا السجق بيجي هيك مدور، بس هون يمكن السجق عندهم هيك مثل عندنا بالسوريه. هذا الشيء أبان قال ما حابب ياكل. كنت اروح للمطاعم التركية بس بصراحة ما نفع يعني كل مطاعم تركية، ويعني ما بعرف انا هيك بيستقل اجواء مطاعم السورية وهيك عاشقة، وبصراحة يعني لو بتشوفوا المنظر هيك بشكل يعني في كتير عالم وفي كتير اجواء. هلا هيك صبايا بنكون وصلنا لاخر فيديو، وإذا عجبكم الفيديو يا ريت لا تنسوا الاشتراك وتحطوا لي هيك لايكات حلوين مثلكم وتفعلوا زر الجرس، وإلى اللقاء مع فيديو جديد. وراح أصور لكم هلا كثير شغلات. بحبكم كثير. باي باي.